بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوة طيبة من أخونا باشمهندس عمر سليم ومجموعة عمل بيمة رابية، طبعا أتاحوا لنا الفرصة إن احنا نطلع ونظهر ونتكلم عن بعض الأبليكيشنز اللي ممكن الواحد مثلا يستخدم الجيوماتكس أو نظم معلومات جغرافية والاستشعار والمساحة وتطبيقات الحاجات دي في مجالات معينة. وبالدعوة الكريمة من الباشمهندس احنا هنتكلم النهاردة عن تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في التخطيط العمراني في مصر. أولا كلنا عارفين إن التخطيط العمراني في مصر يعني ماشي كده إيه بالحب، يعني مثلا قبل ما نخطط مدينة المفروض إن الراجل أو الناس اللي بتخطط دي تجيب الناس المسؤولة عن التخطيط، أما الأرض تبقى فاضية خالص كده قبل ما نعمل أي حاجة. لازم نجيب الناس المسؤولة عن التخطيط دوت، جغرافيين بقى، جيولوجيين، مهندسين معماريين، مهندسين مدنيين، ناس بتوع تربة، ناس بتوع كذا، ناس بتوع كذا، عشان المدينة ما تتبني، وناس بتوع مناخ كمان عشان المدينة ما تتبني تبقى يعني ما زي ما بنقول كده مدينة نموذجية. وللأسف طبعا ده ما بيحصلش. اللي بيبني مدينة بيروح على طول مديها لشركة مقاولات، هوب بني مرة واحدة. فعشان نتكلم عن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد في التخطيط العمراني على الوضع اللي هو لسه هنشئ المدينة ده مش موجود، فاحنا بقى بنعمل أثر مثلا أثر النسيج العمراني في البيئة السكنية أو أثر التخطيط العمراني على الوضع القائم. يعني إيه الوضع القائم؟ يعني بنروح دلوقتي بقى إيه نجيب مدينة أو منطقة أو أي منطقة سكنية بندرس فيها الوضع القائم اللي موجود دلوقتي، وهل المدينة دي العمران فيها صالح مش صالح اللي هو مثلا هيتهد أو يهدى ومن الكلام ده، لأ صالح للسكن والعيش فيها ولا لأ. وإن شاء الله في الورشة اللي هنعملها دي هنتكلم عن كذا حاجة في النسيج العمراني أو المنطقة السكنية اللي هنتكلم فيها.